الموضوع اللي كان النهارده في المؤتمر كان الدايبيتس وز بريجننسي، نظرا ل اتس فايتال توبيك دايبيتس وز بريجننسي هاي بريفلنس، عشان في انتشار البريفلنس اوف اوبيستي ولاك اوف سكريننج، فلازم يكون في كونسلنج مهم جدا للفيميل في البري كونسبشن قبل حتى ما يبدا الحمل، وبعد كده لازم اثناء الحمل يبقى فيه متابعه كويسه، وبوست بارتم اولسو لازم يكون فيه متابعه كويسه للفيميل. طيب كان في الدايبيتس وز بريجننسي هنقسمه لتو كاتيجوريز اللي هو بري جستيشنال وجستيشنال. البري جستيشنال ده الناس اللي فيميل اللي اوريدي عندها تايب 1 او تايب 2، والجستيشنال دايبيتس ده اللي بيتم اكتشافهم اثناء الحمل. امتى اعمل سكريننج؟ السكريننج ده ريكومندد للدايبيتس عند اول زياره للست للفيميل اثناء الحمل في البريجننسي، يعني ده لما يكون فيها عندها ريسك فاكتور انها لايبل فور دايبيتس، زي الايدج، لو عيان عندها فاميلي هيستوري اوف دايبيتس، لو عندها فاميلي هيستوري اوف جستيشنال دايبيتس، لو ماكروسوميك بيبي، لو عيانه بوليسيستيك اوفري او اوبيس. امتى اعمل السكريننج؟ السكريننج ده ريكومندد عند 24 ل 28 اسبوع، بس لو الست ما عندهاش هاي ريسك من الريسك فاكتور اللي انا قلتها قبل كده يبقى اعمل لها سكريننج عند 24 و 28 اسبوع. ليه اهميه السكريننج واهميه التوبيك ده؟ لان هو لما بكتشفه بدري بقلل الماترنال والفيتال ريسك.